بإجراءات غير مسبوقة وشفافية كاملة، اتخذت الحكومة استعدادات مكثفة لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيء والأمطار المتوقعة في هذه الفترة. وخلال الاجتماع الأسبوعي، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بمنح إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال. وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم فتح غرف أزمات بالمحافظات وإعلان الطوارئ للتعامل مع موجة الأمطار. كمحافظات بالنسبة لنا يعني تم رصد التنسيق مع هيئة الأرصاد ومع وزارة الري على أساس أن احنا عرفنا أن في كمية أمطار هتنزل من يوم الخميس، وبالتالي تم التنسيق من خلال مجلس الوزراء وجوي إدارة الأزمات، وتم فتح غرف الأزمات بالكامل من 4 أيام. تم من امبارح إعلان حالة الطوارئ بصفة عامة على كل المناطق الخدمية، كل الجهات الخدمية والجهات المعنية، سواء كانت من بالاشتراك مع وزارة الإسكان، سواء كل شركات الصرف وخاصة صرف المحافظات اللي تشهد كميات كبيرة، بالإضافة لكل الجهات سواء مديريات الأمن عشان خاطر إدارات المرور والتزامها والحماية المدنية والقوات المسلحة في حالة وجود لا قدر الله طوارئ أو شدة في التعامل. كما أكد وزير الإسكان عاصم الجزار رفع حالة التأهب والدفع بمعدات وآليات تعمل على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الأمطار. في مجموعة من الإجراءات الوقائية اللي احنا بنحاول نعملها عشان نقلل من تأثير الحدث. الأحداث اللي زي دي احنا لا نملك إيقافها، دي حدث طبيعي، ولكن قدامنا مجموعة من الإجراءات الوقائية اللي احنا بنحاول نتخذها جميعا كمجموعة من الوزارات. الأمر قد يستلزم في الحالة اللي احنا بنتعرض ليها حاليا تخفيض الضغوط في بعض المناطق، تخفيض ضغوط شبكة المية في بعض المناطق عشان المتوقع تأثرها بالحدث، وده بيتم عشان نقلل حجم التصرفات داخل الشبكة، لأن زي ما حضراتكم بتعرفوا أن شبكة الصرف الصحي مصممة على أعلى معدلات تصرف من الصرف الصحي، مش متصممة عشان تستوعب حجم الأمطار اللي بتسقط. كعادتها استنفرت الدولة المصرية أجهزتها للتعامل مع حالات الطوارئ واضعة خدمة المواطنين وسلامتهم في مقدمة أولوياتها.